جوين. مرحبا في حجرة التحكم يا مرتدي أوميتريكس. لقد انتهت المعركة. ماذا؟ عدت لطبيعتي؟ ماذا فعلت؟ فعلت ما لا يستطيع عجزكم فعله. أصلحت الأوميتريكس، والآن عليك أن تستعد. عملية الإزالة هي الأكثر إلاما. أيها الفتى الجبان، إن أصلحها سأختار أي كائن فضائي. لا يملك أي فضائي لديك القوة على إيقاف السفينة من دخول المدار خلال ثواني. هناك فضائي لم تلتقي به. واسمه أبجريد. هل استمتعت برحلتك؟ لأنني سأرسل السفينة إلى مكب النفايات. مكب النفايات؟ لا! أجل، سفينة فضائية ضخمة إلى القمامة حالا. علينا القيام بشيء يا جدي. فعلنا ما بوسعنا، الأمر يتوقف على بن. ويبدو أنه نجح. لا! ما الذي فعلته بسفينتي؟ غير متأكد، لكنها بحالة مزرية، فلتلقي نظرة. هذا ذكاء منك، لكنك قضيت علينا. لا يمكنك الهرب، ولا يمكن الأوميتريكس مساعدتك. إذا انتهى أمر سفينتي، سينتهي أمرك معها. الهرب؟ أوميتريكس، انتهى الأمر. ماذا تفعل؟ ما بال الأوميتريكس؟ كافا! أوافقك الرأي. أنا سوف أدمرك، وبعدها سوف أدمر هذا العالم. أو ترى ما يثير جنوني؟ ألا يكفي أنك أفسدت يومي؟ تريد إفساد يوم الجميع؟ مهلا، لن تذهب لأي مكان. سوف أغسلك. أتريد الأوميتريكس يا فيلجاكس؟ ها هي! للأسف ما زال لدي خطط أخرى. من المستحيل التحول بها في السرعة. ربما لا، لكنني تدربت على التحول السريع مؤخرا، لذا أنا أنتصر، أنت تهزم. واو. أوه لا، إنها تغوص. بن، لقد أنقذ الكوكب. لقد أنقذ الكون بأسره. آسف، سأبدو وغدا إن قطعت حديثكم. بن، تعال إلي كلاكما. ثم قذفه هيت بلاست عبر القاعة، فأوقفه كانون بولت، وحبسه دايموند هيد في كريستالة عملاقة، وكنت أتحول بين الفضائيين من دون أن ألمس الساعة. يبدو هذا رائعا للغاية. أجل، دعيني أريكي. هيا يا هيت بلاست. يا هيت بلاست. أوه مان، تعطلت مجددا؟ بتاتا. عندما استخدمت أبجريد لتعزيز الأوميتريكس منحك ذلك قوة أكبر، لكن تلك القوة كانت مؤقتة، ويبدو أن الأوميتريكس عادت للعمل كما كانت قبل ظهور جاكس. يبدو أنك عدت إلى نقطة البداية. نعم، الأوميتريكس هي بالفعل تكنولوجيا مذهلة جدا، وأنا واثق أن هناك المزيد لاكتشافه. مهلا، إلى أين تذهب؟ خدماتي مطلوبة في مكان آخر، اعتني بنفسك يا تينيسون. وداعا يا فيل. واو، يا له من شخص رائع. بالكاد فعل شيئا. حسنا، كانت رحلة طويلة جدا، وأظن أن بوسعنا قطعها والعودة إلى الدار باكرا. ها خدعتكما. آخر من يصل إلى السيارة بثرة في أنف بالجاكس. أفضل عطلة في حياتي.